صباح الخير في هذا اليوم الشتائي الجميل الممطر الذي يكتسح بالأمطار النازلة من السماء لتبشر بأمطار الخير، ومن طريق الدولي الرابط بين محافظات الجنوبية إلى محافظة بغداد ومن تقاطع الديوانية عفك ننقل لكم هذا المقطع لتروا حجم وصمود الشباب في الاستمرار بقطع الطرق، وكذلك الاستمرار أيضا بعبور الحالات الإنسانية. الشباب حاليا متواجدين، هذا هو ديوانية بغداد، هذا اللي مفرق يطلع للديوانية اللي يجي من البصرة، هاي حاليا طريق البصرة، وهذا اللي مفرق يروح للديوانية، وهذا المفرق هو عفج ديوانية، عفج بهاي الجهة والديوانية في هذه الجهة. الطريق عفج ديوانية طبعا طريق سالك، لكنه نتكلم عن طريق بغداد البصرة اللي جوه الطريق السريع. الشباب متواجدين حاليا يقومون بواجبهم الوطني بقطع الطرق للتريلات التي تأتي من الموانئ، لأن هذا تعتبر. أما الحالات الإنسانية فيتم عبورها سيارات الأجرة وسيارات العوائل، ما لهم علاقة بها نهائيا، وهم أيضا يسهلون عملية ذهابهم وخروجهم بسرعة لأنه الجو مطر. وهذا كامل العفشاوي وبكرار العفشاوي موجودين هنا ملثم. تقول لي عم انت مو مشارك بال 91؟ مشارك بال 91 نفس الشيء، بس هذول ما يقتلون. والله هذول اول شيء لا يقتلون ولا يبوقون ذولا. انا مشارك طبعا بالاحتفال بال 91، هذول لا يبوقون ولا وشايلين العلم العراقي وطنيين وما تدعمهم دولة. شوهم ذولا؟ جيد. هاي الحالات الإنسانية اللي ما نشوفه، الشباب موجودين هنا مثل ما تشوفون بهتافاتهم وبوجودهم بقوتهم، لا تدعمهم دولة ولا عتم ولا لأي دولة. والحالات الإنسانية اللي نشوفها هسه اللي جت السيارات انه تطلع فيه بصورة بدون توقف أصلا، حتى ما حد يوقفه وهم ممنونين، يعني قبل يطلعون هاي حتى نبينها للعالم. ها الشباب هو يقول لك اطلع بسرعة عن الجو مطر ولا تتأخر لأنه هو الطريق. هاي هي الحالة الإنسانية، وهاي الشباب اليوم بهجين فرحين بهذا النصر. النصر يعني هاي الحالات الإنسانية، ها اطلع لا تتأخر. هاي ردا على الأحزاب، وهاي الشباب قاعدين جايبين نويرة من العراقيين. ها هلا وشلونك؟ جواك الله، شلون صحيح؟ صح الله. هلا حدوري، شلون صحيح؟ جواكم الله، جواكم الله. وهاي الشباب جيت حاليا راح يسوون شاي وريوكم هنا والميل. عم ابطال من التحرير للديوانيه ومن الديوانيه للتحرير، هو هذا هدفهم ان شاء الله. ان شاء الله متصلين ان شاء الله. ها هاي شبابهم موجودين وراح يسوون ريوك. ها بيض هذا شاي، هذا راح نسوي شاي واجبان، هناك اجبان وهاي دومني. وللعلم ترى كله انتاج وطني، كله متونسي، كل هاي ورد 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 ورد. فهذا هو الموقف اليومي، وأهلا وسهلا بكم وتحية للشعب العراقي.